أستاذ رائد بركات، مسؤول التعليم الجامعي في وزارة التربية والتعليم العالي، صباح الخير وأهلا بك معنا. يسعد صباحك يا ريم، ويسعد صباح جميع الإخوة المشاهدين المستمعين، وكل المحبة لشعبنا في جميع أماكن تواجد. يعني كانت رسالة مؤثرة من رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور حنا ناصر للطلبة، وهي جميعنا متأثرين من عدم انتظام الدوام والتعليم في الجامعة، أكثر من شهر وأبواب الجامعة مغلقة، ونحن اليوم كإعلام نطرق جميع الأبواب من أجل المساعدة في الحل والتوصل إلى مبادرة يعود بها طلبة الجامعة إلى مقاعدهم. فسؤالي الأول إليك أستاذ رائد، وأنتم في الوزارة مسؤولين عن التعليم الجامعي، كيف تتابعون أزمة جامعة بير زيت، وما هو الدور الذي تقومون به من أجل عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة؟ يعني بداية مرة أخرى بوجه تحية لجميع أبناء شعبنا، لطلبتنا الأحبة، لمؤسسات التعليم العالي التي نفخر بها، مؤسسات التعليم العالي العزيزة على قلوبنا جميعا. ريم، أنا يعني بأكدك أنه إحنا متابعين للأزمة من البداية، ووزارة التعليم العالي حاضرة مع الأطراف، ووزارة التعليم العالي تبادلت وجهات النظر مع جميع أطراف، خليني أبديش أقول النزاع، لا، أطراف الخلاف، وأتمنى أنه تكلل الأمور بالنجاح في الأيام القادمة اللي نستطيع من خلالها فتح أبواب الجامعة وعودة الطلبة. بالمناسبة يعني أنا في كل مرة بطلع عبر أثيركم بحكي دائما وأبدا أنه ما يجري في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية بشكل عام يعني هو ظاهرة احنا اعتدنا عليها في مؤسساتنا يا ريم. يعني اقول لا داعي للقلق كثيرا، عندنا كتل طلابية وحركة طلابية واعية، وعندنا مؤسسات تعليم عالي بإداراتها نكن لها كل الاحترام، تعي معنى الديمقراطية وأهميتها، وكمان كتلنا الطلابية ومجالسنا الطلبة تعرف تماما مسؤولياتها، وبالتالي هذا الكلام بسهل علينا المهمة. احنا بالنسبة لنا مؤسسات التعليم العالي، انت بتعرف انهم هم اللي قادوا نضالنا عبر التاريخ، ودائما بقولها عبر وسائل الاعلام انه هي الحاضنة، اللي حاضرنا ومستقبلنا هي مؤسسات التعليم العالي، وحركتنا الطلابية نفخر بها جميعا، خرجتنا جميعا يا ريم، خرجت كل قيادات الشعب الفلسطيني، فهي حركة طلابية واعدة وحركة طلابية يعني مسؤولة، واحنا في حواراتنا ان شاء الله رب العالمين لم نجد الا ذلك، نعمل جاهدا مع الجميع حتى نقرب وجهات النظر، نحترم في الجامعات كم هي تستطيع انها تعطي الطلبة المساحة المطلوبة من الديمقراطية الفلسطينية اللي نعتز بها جميعا، في نفس الوقت نقدر في الطلبة وعيهم وإدراكهم أنه هاي مؤسسات التعليم العالي من مقدرات الشعب الفلسطيني، وهذه هو إحدى إنجازاتنا عبر التاريخ، وأنه إحنا كشعب فلسطيني الآن نقول ليس لدينا الآن أكثر من شهاداتنا وأكثر من خريجينا وأكثر من جامعاتنا لنفخر بها العالم. فأنا أطمئنكم وأطمئن الإخوة المستمعين جميعا أن ما يجري في جامعة بير زيت الآن هو متابع من وزارة التعليم العالي عن كثب، ونحن على تواصل مع الأطراف وجميع الأطراف المؤثرة، ومن خلالكم أنا بحكي لكل الأطراف في البلد وفي الوطن اللي لها تأثير إنها تكون معنا ونكون صفا واحدا، مطلوب من الكل كما هو الآن تقوم بدورها محطة وطن مشكورة، نأمل من جميع الأخوة والأخوات اللي إلهم علاقة في هذا الموضوع أنهم يقدموا يد المساعدة حتى نستطيع الخروج من الأزمة بأسرع وقت ممكن يا ريم. نعم أستاذ رائد، يعني كوزارة وين مسؤولياتكم أو حدود صلاحياتكم بأزمة كهذه أو بخلاف كهذا؟ بمعنى أنه بالنهاية هناك عملية تعليمية تعطلت لأكثر من شهر وجامعة أبوابها مغلقة، أقصد احنا بنعرف في جهود تبذل الان في حوار مع جميع الاطراف، اين الوزاره ترى انه يجب ان تتدخل في هذا الموضوع اكثر، يعني من اجل مصلحه التعليم ومصلحه الطلاب؟ يعني انا اليوم بتحدث معكم بعد ضغط كبير من الاهالي والطلبه، انه وين الوزاره عن ما يحدث؟ الوزاره حاضره والوزاره تعي تماما دورها وتتصرف بما يسمح وبما خولها به القانون، ولكن اكثر من القانون واكثر من هذه الامور كلها نحن شركاء.
نحن شركاء، ونحن وزارة التعليم العالي هي المسؤولة عن التعليم العالي في فلسطين، وهي التي تضع الأسس العامة للتعليم العالي وتخطط للتعليم العالي في البلد، ولكن نحن نقود العملية كشركاء مع كل الأطراف المعنية بجودة التعليم العالي وبأهمية التعليم العالي في فلسطين. نتعامل مع أبنائنا الطلبة كحركة طلابية نحترمها ونقدرها، وهي جزء من مكونات شعبنا ونعتز بوجودها، ونتعامل مع مؤسسات التعليم العالي بأنها كبيرة وهي خرجتنا جميعا وهي في مقدمة وزارة التعليم العالي. لربما كثير من مؤسسات التعليم العالي إذا ما كان جميعها كانت قبل وزارة التعليم العالي تأسيسا ووجودا. فنحن نتعامل مع شركاء أكثر ما نتعامل بما خول به القانون. نتعامل من الحس بالمسؤولية، ونحاور من مسؤولية الجميع، ومن قناعاتنا أن الجميع له حرص على ديمومة العمل في مؤسسات التعليم العالي وفتح آفاقها وأبوابها أكثر بما هو ينص عليه القانون وما تنص عليه التعليمات. يعني نحن على ثقة دائمة بأن مؤسساتنا وأن حركاتنا الطلابية وأن جميع الواعين في هذا البلد لأهمية التعليم العالي هم الآن معنا، وأنا إن شاء الله رب العالمين متفائل كما كنت متفائل دائما في أي أزمة أن الأزمة ستحل قريبا. وحكما حسب ما رؤيتكم للأمور، الأمور تتجه نحو الحل أم يعني في معضلة بتشوفوها كوزارة ستصعب الأمر؟ أنا أطمئنك يا ريم وأطمئن جميع أبناء شعبنا أنني على ثقة كاملة، مرة ثانية أقولها، بوعي حركاتنا الطلابية وكتلنا، وعلى ثقة كاملة بحنكة مؤسسات التعليم العالي، بحنكة إدارة جامعة بيرزيت في إدارة الأزمة. وكمان أطمئن الجميع أن الأزمة ذاهبة باتجاه الحل، وإن شاء الله قريبا سنشهد فتح لجامعة أبواب جامعة بيرزيت إن شاء الله. شكرا جزيلا لك الأستاذ رائد بركات، مسؤول التعليم الجامعي في وزارة التربية والتعليم العالي.